اللي بتطرديني عشانه خلاص بقاش موجود. عادل مات. انتوا عارفين حاجة؟ عادل كان زي الفل، كان زيه زينا كده، لحد ما في يوم لقيناه بيكلم حد. ندخل عليه لقيه قاعد لوحده وساكت، بقى عصبي مش طايق لحد كلمة. بقى قاعدين سوا عادي، وفجأة يقعد يزعق ويبص على الحيط ويقرا حاجات محدش شايفها غيره. يقول الجمل هو اللي دلني، الجمل هو الطريق. جمل عادل كان بيحب الجرازة، يعني لولاش واحد ابن حرام اداله كتب غريبة قوي قاعد يقرا فيها. كتب زي ايه يا حاجة؟ سحري والعياذ بالله. ومن ساعتها والدنيا خربت يا ابني. ليه؟ ايه اللي حصل؟ صحيت من النوم في يوم لقيته ماسك فيا ضرب لدرجة ان انا كنت هموت في ايده لولا خالتي هي اللي حشتني من ايده وحلفت عليه. قالت له ما انتش قاعد في البيت غير لما تجيب الكتب دي وتحرقها قدام. وفعلا جاب الكتب وحرقها. كنا فاكرين ان ساعتها الحال هينصلح وربنا هيتوب عليه، بس اللي حصل بعد كده كان مصايب. مصايب اكتر من كده؟ ايوه يا ابني، في يوم لقيناه بيتهجم على بنت اختي الصغيره. بس هي خافت تقول لنا، ولما احنا عرفنا وواجهناه كدب وحلف بكل الايمانات انه ما عملش حاجه، بس احنا اتاكدنا ان هو اللي عملها. ويومها امه غضبت عليه وطردته من البيت، ومن ساعتها هي اعتبرته مات. عادل مظلوم، هو كمان ما عملش حاجه، كان مجذوب في سكه محدش بيخرج منها. ولما انت جيت وقلت لنا انك شفته في القسم، انا رحت وسالت عليه وعرفت انه حاول يقتل صاحبه اللي منه لله اللي عرفه على الكتب دي. عادل الله يرحمه يا حاج، كان ضحية. سامحيه، ما تشيلوش ذنب أكتر من اللي هو شايل. ادعي له ربنا يرحمه، ادعوا لي أنا كمان. السلام عليكم.